قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، بنو أسد، بنو عبد العزى، بنو قصي، بنو كلاب القرشية الأسدية رضي الله عنها، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أبنائه، وأول من آمن برسالته، وهي من سيدات الجنة. ولدت السيدة خديجة رضي الله عنها قبل عام الفيل ب15 عاماً بمكة. توفي والدها في حرب الفجار، وتزوجت في الجاهلية مرتين قبل رسول الله. كان للسيدة خديجة رضي الله عنها حظ وافر من التجارة، فكانت من أثرياء مكة تستأجر الرجال ليسافروا بتجارتها. تتفق كتب السيرة النبوية على أنها طلبت من سيدنا محمد العمل في تجارتها بعد أن سمعت عن أخلاقه وأمانته، فوافق النبي على طلبها وسافر بتجارتها رفقة غلامها ميسر إلى الشام. وعند عودة القافلة إلى مكة حكى لها غلامها عن ما رآه من محمد عليه الصلاة والسلام، فأعجبت السيدة خديجة بخصال سيدنا محمد، وتكلمت عنه رفقة صديقتها نفيسة التي فاتحته في أن يتزوج بها، فرضي بذلك، ففضلته عن رؤساء مكة واختارته هو رغم فقره. تزوجت السيدة خديجة بالنبي وهي في 40 عاماً بينما كان هو في 25 عاماً، وقد اختلف أهل العلم في سن زواجه، ويقال أن مهرها كان مقداره 20 ناقة بكراً. رزق رسول الله بستة أبناء من السيدة خديجة. كان لخديجة رضي الله عنها الفضل والشرف كونها أول امرأة مسلمة، وأول من آمنت به وصدقت رسالته بعد عودته من غار حراء ونزول الوحي عليه، فتحملت معه مصاعب الدعوة. شاركت السيدة خديجة سيدنا محمد الجهاد، وكانت تنفق من مالها الخاص في سبيل الله. صبرت معه حين انقطاع الوحي، وحين تعرضه لأبشع أنواع العذاب من قومه، ففي كل مرة كان يعود إليها تزيح همه وتدفعه للاستمرار. وعندما فرضت قريش الحصار على مسلمي شعب بني هاشم، رفضت السيدة خديجة أن تترك سيدنا محمد، فتحملت معه الجوع والتعب. بعد فك الحصار توفيت السيدة خديجة في شهر رمضان في 10 من البعثة، وسمي ذلك العام بعام الحزن، وهو العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب أيضاً، وواجه فيه النبي صعاباً كثيرة بسبب الدعوة. وقع في قلب النبي حزناً كبيراً إثر موت السيدة خديجة من شدة تعلقه بها، فحرص على إخراج الصدقة لصديقاتها بعد وفاتها، فكان يبعث لهن بالهدايا ويقول: اذهبوا إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. وكلما ذكرها أكثر من مدحها وذكر فضائلها واستغفر لها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم دائماً: إني قد رزقت حبها. فبشره جبريل عليه السلام ببيت من قصب للسيدة خديجة رضي الله عنها في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب، لتكون بهذا واحدة من أعظم قصص الحب التي عاشها النبي محمد مع زوجته خديجة.